وإلى أخبار المنتخبات الوطنية، حيث أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر طرح مجموعة من 50 لاعبا سيختار منها 35 لاعبا يوم الاثنين المقبل كقائمة أولية لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات الجادة للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا هذا الصيف. وقال لهيطة أمس في تصريحاته لوكالة رويترز أنه زار مؤخرا مدينة غروزنيا التي سيقيم بها المنتخب للاطمئنان على التفاصيل المتعلقة بأماكن الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال، ويشارك أحفاد الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا البلد المستضيف للبطولة والسعودية وأوروغواي. يختتم اليوم منتخب الشباب باستعداداته لمواجهة مضيفه السنغال في 7 من مساء الغد بتوقيت القاهرة على ملعب ليبوتسي دار سانغور في ذهاب الدوري قبل الأخير للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالنيجر 2019. وأدى أبناء المدير الفني حمادة صدقي نيرانه الأول مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد سانغور، واشتمل على تدريبات بدنية وخططية استعدادا للقاء أسود تيرانغا. كما ألقى صدقي محاضرة للاعبي المنتخب بحضور الدكتور محمود سعد رئيس البعثة بعد وجبة العشاء للحديث عن أبرز نقاط القوة والضعف بالمنتخب السنغالي.